إنما الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم مع بعض أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا وأسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلكم مالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا لا ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض الله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أجزاء منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم أو في أمر مريج فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء فأنبتنا به جنات وحب الحصيد ونخل باسقات لها طلع نديد الرزق للعباد وأحينا به بدن ميتا كذلك الخروج كذبت قبل قوم نوح وعاد وفرعون وذلوت عاد وثمود كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وعاد وفرعون وذلوت عاد وثمود وقوم لوط وأصحاب أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة لها من فواق وقالوا ربنا عجلنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون.